السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الكيكه بلا بيض. هنا شنو كنحتاجوا لهاد الكيكه؟ كنحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، كنحتاجوا 6 معالق كبار ديال الزيت، زيت المائده، كنحتاجوا 12 معلقه كبيره ديال الحليب، كنحتاجوا 150 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاجوا معلقه صغيره دروح الفانيلا الفاني، او لما كانتش عندكم هذه يمكن لكم ديروا شاصيه وحده. عندنا هنا معلقه كبيره د النشا، عندنا هنا جوج معالق كبار نتاع البودره نتاع الكوبيل الحلو ماشي المسوس، هذا لحقاش راه كاين الحلو وكاين المسوس، هذا عندنا جوج معالق كبار منه. عندنا جوج شاصيات نتاع الخميره نتاع 7 غرام، جوج باكيات. عندنا جوج معالق كبار ديال الخل، عندنا قبيصه ديال الملحه. هادو بالنسبه للعجينه. هنا بالنسبه لاصوص الذي نسقيو به الكيكه ديالنا، كنحتاجو هنا 100 غرام تاع الشوكولاط العادي، يعني الشوكولاط اللي كيتباع، راه ما فيه والو، ما فيه لا لوز لا والو. عندنا هنايا 6 معالق كبار ديال الزيت، عندي 6 معالق كبار ديال الحليب، عندي هنايا ديك الشوكولاط الفيرميس، هادو كيبقاو للتزيين. كنقطو واحد الغربال كنديرو فيه الطحين ديالنا. دابا غادي نخلطو هاد الشيء الناشف، غنخلطوه بوحدو. هنايا درنا الطحين، غنزيدو عليه هاد المليحه ديالنا، غير قبيصه ديال الملحه، غنزيدو عليه هاد النشا. النشا ولو تجبدوه غير ديك الساعه تحطوه، سبحان الله دغيا كياخذ الرطوبه. نزيدو عليه هاد الكاكاو، الكاكاو الحلو ماشي مسوس. هنا غادي نزيدو عليهم هاد الخميره، يعني هاد الشيء الناشف كله غادي نديروه وغادي نغربلوه. بعد ما غربلت كلشي غادي نزيد عليهم هاد السنيده، يعني السكر، غادي نخلط مزيان هاد الكيكه. بالنسبه اللي عنده الحساسيه مع البيض، اولا ما كيبغيش البيض، او كيبغي الانسان ينوع، بعد ساعات الانسان كيتشهى واحد الكيكه والبيض ما كاينش، راه ممكن يصوبها. هنا دابا خلطنا المواد الجافه بوحدها، دابا غادي نخلطوا هاد السوائل، يعني غادي ندير الخل، غندير هاد 6 معالق كبار ديال الزيت. هنا عندنا هاد الفاني، هاد معلقه صغيره. هنا غادي نزيد عليهم دابا هاد الحليب، انا كنخلط وانا كنحرك. هذا لا دغيا دغيا كتحرك كتخلط، حيت غربلنا ديك الطحين والنشا راه تخلط دغيا دغيا كتحرك كتخلط لنا. هانتوما حنا تاكدنا منها بين الخلطه. نقطو هاد المول هذا ديالنا، المول كيف ما بغى يكون، ماشي بالضروري باش يكون كيتحل من الجانب او مثقوب، او كيف ما بغى يكون، عندكم طويل مدور كبير صغير يمكن لكم ديروا فيه هاد الكيكه، يعني ما كتاخذش واحد، خصنا نديروا واحد القياس معين. هنايا احنا خلطنا، غادي نديروها في اللاطه. نقول لكم اللاطه راحنا دهناها بالزيت او بالزبده، داكشي اللي كان عندكم ممكن تخدموا به، وكنغبروها بالطحين مزيان، يعني حتى كنغبروها وكنحيدو ديك الطحين اللي كيكون زايد عاد باش نخوي فيه الكيكه ديالنا. هنا كنقطع الكيكه كنخويها في اللاطه. بالنسبه للسكر، السكر من الاحسن هو ماشي ديروا سكر كلاصي، ولكن تشوفوا ديك السكر اللي كيكون رطب ناعم، لحقاش كاين السكر فيه وفيه، كاين السكر اللي كيكون حرش وكاين السكر اللي كيكون رطب. من الاحسن ديروا السكر رطب، لان داك السكر الحر شحال من خطره كيخرج على الكيكات او على الكاكاو. هنا كنقادو هاد الكيكه ديالنا، كنحاولوا نخدوها هكا، نضربوها من التحت باش كيخرج ديك الهواء،
هنا الفران راه عندي شاعل تقريبا، راني شعلته بواحد 3 دقائق قبل ما نبدا الكيكه. الفران ماشي نقول لكم طايب سخون، ولكن راهو دافي. صافي غادي ندير الكيكه الفوق والعافيه من التحت، كتبقى تقريبا ديك 20 دقيقه وكنراقبها. والكيكه كتبقى على حسب الفران وعلى حسب الغلط ديالها، واش كبيره وصغيره. المهم انا غادي دير 15 دقيقه وغادي نراقبها ونشوف. هنا الكيكه ديالنا بعد ما طابت راحنا درناها الفوق والعافيه من التحت، حتى كتشوفوا الجناب ديالها بداو كيتحمروا. وكنديروا هكا، يعني كنديروا غير بالصبيع ديالنا كنديروا هكا، كنلقاوها راها طابت تما، كنعاود ثاني نهبطوها للتحت باش كتاخذ اللون غير شي شويه تقريبا للتحت، ما نقولكمش حتى واحد نص دقيقه، عافيه كتكون مهيله. هنا بالنسبه للوقت اللي دوزات في الفران راه دوزات 25 دقيقه. هنا دابا باش نصوبوا هذا لاموس، كنجيبوا هذا الزيت كنديروه في كاسرونه هكا، كنجيبوا هذا الحليب ودرتهم فوق البوطه، درتهم حتى يعني يوصلوا للغلي، غير يبداو يغليو صافي نحيدهم. هنا بعد ما غلينا الزيت والحليب بداو كيغليو، قطعنا ديك الشوكولاته طريفات طريفات ودرناه فيه بالحق، حتى حيدناه من فوق العافيه. فاش حيدناه من فوق العافيه انتم كتشوفوا واش الشوكولاته راه كيذوب، يعني غير على هذيك الحراره السخونيه اللي في الحليب والزيت راه فيهم كيذوب الشوكولاته. ها هو الشوكولاته هو هذا كيذوب. هنا كنقطعوا هذه الكيكه ديالنا، كنقطعوا واحد لي كوردون هكا وكنبقاو نثقبوها. هنا دابا الكيكه راها بارده، ولكن هاد لاموس راها سخونه. هنا دابا كنقطعوا هكا كنثقبوا ديك الكيكه ديالنا كامله في الوسط وفي الجناب. هنايا كنخلطوا هاد الشوكولا ديالنا، راحنا غير يذوب لنا الشوكولات غير يذوب وهكا صافي باش نكبوه على الصينيه على الكيكه. هنا من بعد ما تاكدنا من الشوكولات ديالنا راه هو كله ذاب، هنا دابا كنخويوه على هاد الكيكه، كنخويوه غير بشويه، كنحاولوا نوزعوه على الجناب. احنا كبيناه كامل مع رحنا تقبينها يعني، وهذا راه سخون راه دغيا الكيكه دي تشربوا وانتم كتشوفوا. كنبقاو نوزعوها هنا. دابا كنجيبوا هذا الشوكولات هنا وغادي نشدوه، هذا كيبقى لكم الاختيار، هذا قضيه تزيين الفوقاني العمل على العجينه ديال الكيكه وعلى هاد لاموس. اما من الفوق راه يمكن لكم تزينوا باش ما كان عندكم في الدار يعني جوز الهند اللوز مهرمش كاوكاو، كيبقى لكم نتوما الاختيار تزينوها باش ما بغيتوا. هنا صافي دابا حنا زينا الكيكه ديالنا نتوما كتشوفوا، غادي نخليها حتى تبرد عاد باش نحلها ونحيدها من المول ديالها. هي الكيكه ديالنا بعد ما بردت تقريبا خدات واحد 30 دقيقه باش بردت. هنا دابا تقطع كيبقى لكم الاختيار، تقطعوها هكا يعني مربعات، تقطعوها مثلثات. هي بالنسبه للتقطع الى قطعناها راه كتعطينا من 8 حتى 12 طرف على حسب، الى درتوهم على هذا القياس هذا. هذا دابا قسمناها هكا على جوج ونعاود ثاني نقسموها على اربعه، يعني الا درنا هاد الطرف هذا هكا على جوج راه غادي تعطينا 8 ديال الطروفه، والا حاولنا درناهم هكا على ثلاثه مثالتين راه تعطينا 12 طرف. هنا نقطع لكم تشوفوا، انتم الكيكه ديالنا كي تجي راه كتجي مفشفشه ورطبة وزعما كتجي زعما لذيذة ورائعة. انتما
هكا كنتمنى الفكرة تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناة ديالي على اليوتيوب، وخليولي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحة وراحة.